أهلا بكم مشاهدينا عبر قناة الأطلس وان المتنوعة. المرجو الاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل جديد. ستتمكن الجماهير المتواجدة بدول الشرق الأوسط والدول العربية من مشاهدة قمة رياضية بين مدريد وبرشلونة من خلال شاشة بين سبورت HD1. كما تم تعيين المعلق الرياضي عصام الشوالي في مهمة التعليق على أحداث مباراة كلاسيكو الأرض من خلال القناة السابقة ذكرها. كما توجد بعض القنوات بدون اشتراك التي حصلت على حق عرض أحداث المباراة وهما كالتالي: